صابر علي الطماني الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف. لما تبص في مرايتك يا فاروق، اول ما تلمح المعايب واعلن عنه هيبقى 100 ميزه. هتستحمل مني كتير يا صابر. اكتشفنا انه كان سجين وهرب اثناء ترحيله. دي اخر عمليه يا صابر، انا عايز اخلف حته عيله اربيه في النور. انت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف. يا جوجل يا جوجل 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 يا دي البهجة اللي انت بها دي، مقابلني في باريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كذبك دلوقتي عندك فيلا. طب انت بتشرب حشيش؟ لا ما عندكيش فيلا ليه؟ انت بتعمل كده ليه يا جوجل؟ بنفضك من دماغي. هكمل هيزعل. انا ما اقدرش ازعل كده. لو ما خدت حقي بالاخضر لا خد البنت دي رهينه. خلاص بقى خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تجهز. هات من الاخر طلباتك ايه؟ برفع ايدك كده بالظرف اهو. بانو 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 اصلك بانو يا من هوا. بحبك يا ليلى وانا بموت فيك. بلغ مصر قول لها ابنك صابر بيقول لك كفايه عليه قوي كده. الحكومه محتاجاك. انا راجل طول عمري بلعب بيزنس، السياسة دي مش لعبتي. في ايه؟ في ايه يا صابر؟ حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. عكست يا صابر. خلي بالك من نفسك. هزعل وهجيب ناس تزعل. الزمن ده زمن عمر المشرف. غبي. جيب مي فايف. حبيبي دي وعهد الله جيبني فايف كده.